السلام عليكم ورحمة الله. طبقنا اليوم إن شاء الله غادي يكون حلوة الكريم أو كيكة بالكريمة والفواكه. خليكم معايا باش تشوفوا المراحل كلها. لهذا الكاطو هذا غادي نحتاجو جوج كيسان ديال السنيدة، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، أربعة ديال البيضات، معلقة كبيرة ديال الخل، نكهة ديال الليمون، ثلاثة ديال الخمارات وجوج فاني ومعلقة كبيرة ديال الماء. غادي نبداو على بركة الله. غادي نبداو بالبيض اولا. دائما البيض يكون درجة حرارة المطبخ. غادي نضيف جوج كيسان ديال السنيدة، دائما عبار كاس العنبة. نضيف الكاس الثاني. وغادي نطرب الخليط. انا هنا ضفت كاس ديال الحليب من بعد ما طربت البيض والسنيده مزيان، نسيت ما صورتش لكم. ضفت كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت للخليط ديالي وغادي نطرب من جديد. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الماء. معلقة كبيرة ديال الخل. غادي نضيف جوج فاني. دابا غادي ندير نكهة الليمون. غادي نحاول نكثر شوية حيت اصلا هاد الكيك هذا غادي يكون بالفواكه، يعني ما فيها بس تجي الليمون شوية غريبة. هنا انا ضفت ثلاثة ديال الكؤوس ديال الدقيق ديال الفوص، كأس العنبة طبعا. ضفت الخمارة الاولى، غادي نضيف الخمارات الثانيين، يعني ثلاثة ديال الخمارات في المجموع. خديت مول مستطيل وفنجان. كيف ما كتشوفوا انا خديت مول مستطيل، نتوما تقدروا ديروا دائري، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. درت ليه ورق الطهي وكبيت الخليط ديالي. سخنت الفرن على 180 درجه، غادي ندخل الكيك ديالي حتى يطيب ونتلاقاو من بعد. في هذه الاثناء هذه غادي نحضروا الكريمه ديالنا. ناخذوا كريمه ديال الحلوى سائله. انا خديت هذه فيها نصف لتر. وغادي نزيد وحده فيها 200 مليلتر، يعني المجموع هو 700. نتوما تقدروا تكتفيو ب 500 مليلتر، مي انا حيت بغيت غادي نكثرها غادي تشوفوا علاش.
فكره الكريمه ديجا كنت ديرها في الفريغو يعني باش تكون بارده. الكريمه ديالي واجده كيف كتشوفوا يعني ثقيله. غادي نديرها في الفريغو واحد المده بسيطه بالما وجدت الديسير ديالي ونتلاقاو. بالنسبه للديسير انا اختاريت منتوما تقدروا ديروا اللي متوفر عندكم. اختاريت المونغ والخوخ والبنان والاناناس. اناناس دابا والخوخ والمونغ راهم موجودين حتى الطريه الاناناس. المهم انا هادشي متوفر عندي راني غادي نقدي به. نتوما اللي متوفر عندكم تقدروا تستعملوها. وغادي نحتاج شويه ديال الليمون باش غادي نقدر نديرو على الفواكه باش ما تتاكسدش عليا وبالاخص البنان. غادي نضيف الليمون الى البنان باش ما يكحلش ليا. وعلى فكره هذا الليمون هذا اللي غادي ناخذه من اللي غادي يبقى ملي غادي نصفيو البنان غنضيف عليه هذا وهو اللي غنصوبو به السيرو ان شاء الله باش غادي نسقيو الكاس ديالنا. انا ساليت التقطاع ديال الديسير ديالي ودرت عليهم الليمون كلهم. دابا غادي ناخذ داك الليمون اللي درت في الفواكه كامله غادي نصفيه وغادي نزيد عليه السكر وغنديروا سيرو باش نقدر نسقي الكيك ديالي. المهم انا الديسير غادي نصفيه وغادي نديرو في الثلاجه ونتلاقاو. ما تخسرش ليا نبقى شويه سخونه. ها هي كيف كتشوفوا غادي نسقيها مزيان بالسيرو ديالي اللي ديجا سخون. السيرو كيجي فيه النكهات ديال الفواكه كلها. طبعا السيرو خصو يكون سخون والكيك بارد او لا العكس. دابا غادي نحطها في صحن التقديم باش غادي ندير لها الكريمه. هذه هي الكريمه ديالنا اللي جبتها من الفريغو وهذا هو الكيك. من بعد ما كملنا الديسير ديالنا غادي نحاول نحط الكيك الطبقه الثانيه. طبعا الحال هذا غير كتقدر ديك القشره الفوقانيه. ديجا حتى هي درت لها السيرو. غادي نعاود ندير لاكريم
بعد ما قديت لا كريم ديالي غادي نبدا نحط الديسير. غادي ناخذ الشوكولا ديال ميسيل، غادي نحاول انني نغطي به هاد الجناب هادو. نحاول انني غير نرشو كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وهذا هو الطبق ديالنا او الحلوى ديالنا، كتجي غزاله، كنتمنى تجربوها. المهم انا غادي نديرها في الثلاجه على الاقل واحد ساعتين، هي كل ما بردت كل ما احسن.